إن ثورة البحرين ثورة غير هذه الثورات، إنها ثورة طائفية. الثورة ثورات الأربع كلها ثورة شعب ضد حاكمه الظالم. الثورة البحرينية ثورة طائفية، وهذه مشكلتها، إنها شيعة ضد سنة. هذا الوطن من بيعة أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن من بيعة أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن من بيعة أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن من بيعة 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 أخوان سنة وشيعة، هذا الوطن من بيعة. ولهذا ليست الثورة البحرينية مثل الثورات الأخرى. الشيعة جميعا ضد السنة جميعا. الثورة قامت طائفية شيعية. ذكروا إخواننا هناك أن الشيعة حينما كانوا في دوار اللؤلؤة فلم يكونوا سلميين كما كنت أظن، قالوا لا، إنهم لم يكونوا سلميين بل اعتدوا على كثير من أهل السنة واستولوا على مساجد ليست لهم واستعملوا الأسلحة كما يفعل البلطجيون في اليمن وفي مصر وفي غيرها ضد كثير من المستضعفين من أهل السنة. لو شنو يسوون ما يقدرون يفرقونا، لو شنو يسوون احنا اخوان سنة وشيعة، ان كان حتى الشيعة اللي معارضيننا وصايرين ويا آل خليفة بعد احنا نقول لهم نحبكم نحبكم نحبكم، ما نعطيكم غير الوردة وغير الحب والمودة. ليش؟ لأن احنا بحرينيين من دم واحد في بلدة واحد في بلدة واحدة. كل شيء في البحرين احنا مشتركين فيها، حتى الدم البحرين احنا مشتركين فيه. حتى لو عارضتونا نقول لكم بعد نحبكم نعطيكم وردة، لو ضربتونا لو شنو سويتون فينا غير الوردة ما نعطيكم. إنما أخي الذي يقع في البحرين الذي يرى الشعارات التي ترفع يدرك بأنها مسألة طائفية ليست مسألة سياسية أو قضية مطالبة بحقوق. نحن نعلم بأن الشعارات هي تدل على ما في قلوب الذين كتبوها. صحيح. إذا قرأت الشعارات التي كتبت في مصر وفي تونس تجد أنها تطالب بمطالب تتعلق بحقوقهم، يعني المالية، حقوقهم في الوظائف وما شابه ذلك. بينما هناك، يعني أنا بالأمس كنت أطلع على بعض الصور
فإذا بعض الصور مكتوب عليها وكان بودي حقيقة أن أحضرها معي وإن كان موجودة في الإنترنت يعني من أراد أن يراها، يعني مكتوب عربي عربي يا خوان إحنا نبغى إيران أو ما شابه ذلك من العبارات. إذا القضية يا أخي طائفي.